ايه اصعب لحظه مرت عليك في الماتش بعد الهدف الاولاني بتاعنا؟ رغم انك المفروض تفوز. انا عارف الولاد تفرح. انا بص انا في الكوره انا بقعد اعمل كده وما بنطقش كلمه يعني ما حدش حتى الناس كلها بتتنطط وانا كل جوايا بس، لكن انا مش من النوع اللي يعني ليه قلقت بعد الهدف؟ بعد الهدف لان انا كنت برضو من الاحساس اللاعب، انا كان عندي طموح كبير جدا في البطوله دي، الهدف قربني من الطموح ده فكنت خايف عليه. فانا ده اللي انا تحليلي بس للموضوع. القلق والخوف ده كويس خلاني انا اتراجع شويه في الاداء، مع ان انت اول لغايه الهدف انت كنت ماشي كويس. بعد الهدف الاداء بقى يعني في عدم اتزان شويه، فلغايه ما خلص الشوط الاولاني وتم التعادل بتاع جول الزمالك. لما التعادل جه انا حسيت ان ده كويس لان ده هيخلي لعبتنا الشوط الثاني حاجه ثانيه، وده اللي حصل الحمد لله. الاولاد الشوط الثاني عاملين شوط كويس يعني استطاعوا يوصلوا، عشان كده ربنا كافئهم في اخر خمس دقايق. مش كافئهم عشان المباراه دي او عشان الشوط الثاني، كافئهم لان مخلصين، لانهم رجاله، لانهم قدموا كل الامور السليمه طول مشوار البطوله. تعال احكم على البطوله كلها من اول مباراه لاخر مباراه، شوف اداء الاهلي عامل ازاي على كل البطوله مقارنه بالفرق الاخرى.